فيديو جديد وموضوع جديد بإذن ربنا. في الفيديو ده هنتكلم عن الساند باك. طبعا في ناس كتير بتقول ان احنا ينفع نستبدل الودن دمية والدمية الخشبية بالساند باك. طيب هل الكلام ده ينفع؟ وازاي اساسا نتدرب على الساند باك من اساسه؟ لان في ناس كتير بتستخدم الساند باك غلط. طيب في ناس كتير لما بتيجي تتدرب على الساند باك بتتدرب بعنف شديد جدا لدرجة ان اللكمة ممكن تخرم الساند باك، يعني مثلا بالشكل ده. ده غلط. غلط ليه؟ لانه وانت بتضرب بعنف في التواء دلوقتي حصل لايدي وانا عامله متعمد بالشكل ده، انا حسيت بوجع رهيب دلوقتي وانا عملت كده، لان انا ضربت اللكمه عشوائيه وفي نفس الوقت بعنف زياده عن اللزوم. طيب امال احنا نضرب اللكمه ازاي؟ احنا نضرب اللكمه بالشكل ده، لكن مش لازم بقى باللي هو ايه، بالشكل ده اللي هو اللي لازم تخرم السد بقى، لا، علشان انت دراعك ما يتأذيش وما يحصلش فيه كدمة. عشان كده لما تيجي تضرب على الساند باك لكمات متتالية، انا اول حاجة هنستخدم الساند باك كوينج تشون، وينج تشون بانشز لكمات متتالية. طيب ازاي؟ بالشكل ده، واحد اتنين واحد اتنين، اسرع شوية بالشكل ده، لكن مش لازم بقى ان انت ايه تخلي الساند باك تخرمه على الاخر. ده انا بتكلم الكلام ده بالنسبه لشخص مبتدئ لسه بيطلع لكمه لاول مره، فما تطلعش ايه اللكمه اللي هو بكل العنف بتاعتها، لان انت لو طلعت اللكمه قويه زياده عن اللزوم، حتى بص انا عايزكم تلاحظوها، في التواء بسيط بيحصل في الجزء ده، في التواء بسيط بيحصل في الجزء ده، فعشان كده خلي بصوا اللكمه بالشكل ده. يبقى تاني بالشكل ده، لكن ما تعملهاش بقى اللي هي قوية زيادة عن اللزوم، مش شرط مش لازم، عشان ده اللي هيزود مستواك. طيب ده أولا. ثانيا هتستخدم السد في الأكواع، واحد اتنين، عشان السد باك يعمل مقاومة مع دراعك ويقوي ضربة الكوع ويظبطها. أنت لما تيجي تتدرب على السد باك هتعملها بالشكل ده، واحد اتنين زي ما احنا قلنا، بيبقى بالشكل ده، بيبقى كأنه طالع من السنتر لاين. طيب لكن في بقى مشكلة كبيرة، لما انت تيجي تنفذ تكنيكس الوينج تشون مش هتعرف تستبدلها بالساند باك. ليه؟ انت بس عايز تعمل باك ساو، فين الدراعات؟ يعني المفروض بيبقى في الودن ضمي 3 دراعات، انت ما قدامكش غير ان انت تضرب لكمات وبس، او ركلات وينج تشون، يعني مثلا ركلة وينج تشون امامية بالشكل ده، حاجات بسيطة. لكن حتى ايه اللي هو، حتى انت لو جبت السند باك اللي هو الطويل جدا ده وحبيت برضه تتدرب فيه ركلات وينج تشون هينفع، لكن فين التكنيكس اللي هو الباك ساو، اللاب ساو وهكذا؟ فاصبح دلوقتي انت مش هتستخدم السند باك غير كلكمات وكركلات، زي لعب مثلا الام ام اي، هتلاقيه مثلا بيعمل الراوند ده، هتلاقيه بيتدرب لكمات، لان ده اساسا الساند باك، لكن انت الاساس بتاعك ايه؟ هترجع للودن ضمي، فهي ديت المشكله. ففي نهايه الفيديو احب اقول لك، لو حبيت تستبدل الدميه الخشبيه بالساند باك فهتفشل، لكن لو حبيت تستخدمها كلكمات وركلات واكواع هتبقى كده 100. لو احنا رجعنا للدميه الخشبيه والودن ضمي هتلاقي ان في طبعا الدراعات والرجل، لكن في الساند باك انت اخرك ان انت تعمل لكمات واكواع ومثلا الركلات وهكذا، لكن اصبح دلوقتي الساند باك
مش هيبقى بديل او مش هتقدر يعني تستبدله بالمدن ضامية او الدمية الخشبية. ليه؟ لان مثلا على السلند باك انت مثلا هتعمل مثلا اكوان صوب، مثلا بيوم صوب، مثلا باك صوب، مثلا بوم صوب، مثلا لاب صوب، وهكذا. مش هتقدر تعمل التكنيكس ديت كلها وتتدرب عليها. لكن انت في السلند باك اخرك ان انت تقوي اللكمات، تقوي الاكواع، تعمل مقاومة مع الاكواع زي ما احنا شرحنا، هو ده اخرك في السلند. بالنسبه برضو لحته الالتواء اللي احنا اتكلمنا عليها على الساند باك، احنا قلنا ان انت لما بتيجي تضرب لكمه زياده قويه او بعنف زياده عن اللزوم بيحصل الالتواء ده. طب احنا مش عايزين نتعرض ليه حتى لو كانت اللكمه عنيفه. زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان انت تخلي الجزء ده حته واحده، يعني ما تخليش اللكمه بالشكل ده ولا فوق بالشكل ده، ما تخ... لو انت عندك قابليه ان انت تتنيها اكتر من كده، لا، انت تخلي الرزق والدراع ده كله جزء واحد بالشكل ده. يعني ما تخليهاش كده ولا تخليها كده، لا، لو انت عندك قدرة ان انت تتنيها التانية البسيطة دي، لا، انت تخلي الجزء ده كله حتة واحدة. حتى بصوا لما انا بطلع اللكمة لكمات وينج تشون، بصوا الجزء ده حتة واحدة اهي ماشية زي كأنها مسطرة، علشان ما تتعرضش لحتة الالتواء ديت وما تصيبش نفسك. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديوهات اقوى واقوى.